هنا الجوبة، الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصرة للإسلام. عاجل مأرب على وشك السقوط بيد قوات صنعاء وعملية نهب واسعة للمعسكرات والعراد ينقل الأموال من البنك المركزي إلى سيئون. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أفادت مصادر قبلية في مأرب عن ترتيبات جديدة يشرف عليها محافظ مأرب كترتيبات في حال وصول قوات صنعاء إلى مدينة مأرب، وبعد عملية إخلاء معسكرات المدينة من الأسلحة يتم توزيع الأسلحة الثقيلة على القبائل الموالية للعرادة وكذا التنظيمات الإرهابية كالقاعدة. كما تتضمن الترتيبات عملية نقل أموال من البنك المركزي بمأرب التي يشرف عليها سلطان العرادة محافظ مأرب، وأغلبها أموال تابعة لمسؤولين في حكومة هادي بينهم العرادة الذي يخشى قرب سقوط المدينة. وهي ضمن ترتيبات شملت أيضا عملية إخلاء معسكرات المدينة من الأسلحة وتوزيعها على القبائل الموالية للعرادة وكذا تنظيم القاعدة. وقالت مصادر قبلية في مأرب أن مسلحين قبليين استولوا اليوم على شاحنة أموال كانت ضمن قافلة تقوم بنقل أموال البنك المركزي من مأرب إلى منطقة الوديعة المجاورة ضمن ترتيبات لمرحلة ما بعد تحرير المدينة بيد الجيش واللجان الشعبية. وأكدت المصادر بأن مسلحين من آل عشان اعترضوا الشاحنة التي كانت محملة بأموال من العملة الصعبة واقتادوها إلى جهة مجهولة. وكان البنك المركزي في مأرب بدأ خلال اليومين الماضيين عملية نقل الأموال إلى خارج المدينة التي أصبحت تحت الحصار وتقبض قوات صنعاء على مداخلها بعد تحقيقها إنجازات بالسيطرة على مديريات العبدية وحريب.